معانا على التليفون الناقد الرياضي احمد العريان، رئيس تحرير موقع في الجول. اهلا بيك معانا في مصر جديده. الميركاتو الشتوي واضح ان في صفقات مهمه جدا. اهلا بيك يا اهلا استاذه بيك. انجي، زي ما حضرتك تفضلتي طبعا وقلتي الصفقات اللي هي تمت بالفعل، ويعني وكل الكلام اللي حضرتك تفضلتي وقلتيه بالفعل صحيح. نعم. فهي يعني الميركاتو الشتوي في العادي بيكون ان هو مش بالسخونه دي، نظرا لان بيبقى خلاص انت جبت الصفقات اللي انت محتاجها في الصيف، وفي الشتاء بتبقى لو عندك بس مركز او اثنين ناقصين بتدعمهم، وكمان بيبقى المعروض مش كتير. ولكن اللي مخلي المره دي الميركاتو الشتوي اسخن من اي قبل كده ميركاتو حاجتين. اول حاجه ان هو الفتره اللي ما بين الموسمين ما كانتش كبيره، ففي الصيف مش كل الانديه عرفت تجيب كل الاحتياجات بتاعتها. ثانيا ان في احد العمالقه في الدوري المصري اللي هو الزمالك كان موقوف اصلا من القيد، فلم يبرم اي صفقات في الصيف، فحاليا اضطر ان هو يجري العديد من الصفقات في يناير. فكل ده حرك في السوق وخلى فيه حركه تنقلات كبيره ما بين الانديه او عدد كبير من الانتقالات تتم يعني. نعم. طيب بعد ما الأهلي لغى فكرة التعاقد مع أبو جبل، إيه الخيارات اللي قدام النادي الأهلي لتعويض الشناوي؟ من البدايه كان الاهلي محدد محمد بسام كحل اول، هم كانوا عايزين يجيبوا محمد بسام قبل حتى ما يحاولوا ان هم يضموا ابو جبل. ولكن الفكره ان سيراميكا كليوباترا مشترطين ان هم يحصلوا في المقابل على مصطفى شوبير على سبيل الاعاره لنهايه الموسم، لان لو مشوا بسام مش هيبقى عندهم حارس مرمى. صحيح. فالاهلي وجهه نظره ان هو لا، انا محتاج حارس مرمى يسند اساسا مع مصطفى شوبير اللي هو مقيد افريقيا بالفعل، لان باصابه الشناوي انا ما عنديش غير حارسين. فلو بدلت واحد بواحد انا برضه هيبقى معايا حارسين، يعني استفدت ايه؟ فهي دي الشيء اللي بيعوق ضم محمد بسام. فبالتالي هيبقى الحل الثاني اللي هو اعتقد هو اقرب للحدوث الان، ان هم يستعيدوا علي لطفي من نادي زد مش ممانع مبدئيا، والحارس طبعا مش ممانع، والاهلي كمان شايف ان علي لطفي متعود على النظام بتاع الاهلي وعلى النظام بتاع ميتشيل يانكن المدرب حراس المرمى، فهيكون صفقه مش هتحتاج وقت لان هي تتاقلم بسرعه. نعم. طيب هل احمد عبد القادر خلاص ممكن يكون رايح الزمالك؟ يعني هل خلاص خد الضوء الاخضر للرحيل عن الاهلي؟ احمد عبد القادر اعتقد ان هو مستمر في الاهلي على الاقل لنهايه الموسم، كان فعلا في فتره من الفترات قريب من الرحيل لحد لما اصيب رضا سليم الجناح المغربي، فبدا ان هو يوظفه مارسيل كولر في هذا المركز نظرا لقله الحلول اللي موجوده عند مارسيل كولر. اعتقد كمان ان هو في فتره التوقف اللي فاتت ديت حصل تقارب اكثر ما بين احمد عبد القادر ومارسيل كولر، فبالتالي هو مستمر. هو مستمر كده خلاص. بعد ما الزمالك انهى خلاص ازمه القيد محليا، ايه اللي بيحتاجه في هذا الميركاتو واللي المفروض الزمالك يتعاقد معاهم؟ الزمالك محتاج تدعيمات في كل المراكز يعني تقريبا للاسف يعني طبعا، بانه بقاله فترتين قيد موقوف عن القيد، و احنا شايفين كلها النتائج بتاعت الفريق يعني مش كويسه. ولكن هو كان عنده اولويات علشان يحققها كان لازم يتخلص من بعض اللاعبين اساسا علشان يفتح اماكن في القايمه بتاعته، وكمان يقلل من سقف الرواتب اللي موجود في الفريق. فهو بالفعل تخلص من بعض اللاعبين اللي هو كان زي عبد الغني مثلا اللي انتقل للبنك الاهلي، عمرو السيسي مؤخرا لسه ده هو في يعني في طي الاعلان الصفقه ان هو هينتقل لمودرن فيوتشر مقابل انتقال ناصر ماهر للزمالك، مع كمان اعاره اثنين من لاعبي الزمالك اللي هم عبد الله محمد وعلي ياسر. فيبقى ناصر ماهر انتقل للزمالك، وفي المقابل عمرو السيسي راح لسيراميكا بجانب عبد الله محمد وعلي ياسر. كمان في محمد طارق اعير لبلديه المحله، عبد الله جمعه بيبحث لي عن عرض حتى الان، وحتى لو لم يتوفر العرض هيبقى يحصل على الاستغناء بتاعه ويبقى لاعب حر. فبالتالي يبقى فضيت اماكن في القايمه علشان تعرف تضم لاعبين. اللاعبين بقى هم مين؟ زي ما حضرتك بقى تفضلتي من شويه الاسماء دي كلها، محمد شحاته ومهاب ياسر ومحمد عاطف لاعب طنطا، عبد الله السعيد احتمال لو كملت يعني لسه ما اتحسمتش بشكل كامل. فهي دي الصفقات بجانب برضو بعض اللاعبين تحت السن، يعني في لاعب فازيلي من انترناسيونال في كلام ان هو هينضم على سبيل الاعاره مع نيه البيع لمده موسم ونص،
ف يعني هي دي صفقات الزمالك حتى الان يعني بالشكل ده. اشكرك الناقد الرياضي احمد العريان رئيس تحرير موقع في الجول. عندنا ايه في مصر جديده بعد الفاصل؟ في ملف الاكل والشرب في اسئله كتيره شغله بالنا الفتره دي، ليه اسعار الخضار والفاكهه بتزيد كل يوم؟ امتى هيحصل استقرار في اسعارها؟ هل في امل لانخفاض اسعار الخضروات والفواكه قبل رمضان؟ ايه ابرز المشاكل بتواجه الفلاح وازاي نحلها؟ ايه حقيقه مشاكل الاسمده والاعلاف؟ ويا ترى هل هنقدر نحل المشاكل دي وبسرعه؟ ليه مش عارفين نعمل اكتفاء ذاتي من الفول ومحاصيل الزيوت، الذره الصفراء تحديدا، الصويا؟ هي الخريطه الزراعيه المصريه دلوقتي ماشيه ازاي؟ ايه المحاصيل اللي محتاجين نتوسع في زراعتها؟ كل دي اسئله اكيد محتاجين يعني اجابات ليها، هنحاول ان احنا نحصل على اجابات ليها من نقيب الفلاحين المصريين حسين ابو صدام في مصر جديده بعد الفاصل.